السلام عليكم، ازيكم؟ النهاردة هنتكلم عن ورق الحائط، وطبعا مؤخرا ورق الحائط رجع تاني للديكور بشكل كبير بأنواع متعددة وألوان كتيرة. رجع موضة، حتى في أنواع منه اتطورت ان هي تبقى بتقنية ثلاثية الأبعاد او 3D. طبعا مع تعدد الاختيارات المتاحة لورق الحائط وإقبال الناس الكتير على استخدامه، خصوصا لسهولة تركيبه ولأن أسعاره مناسبة للجميع، لازم ان احنا نتعلم بعض النصائح المهمة قبل ما نشتري ونستخدم ورق الحائط دوت للحصول على مظهر أنيق يناسب الديكور بتاعنا. قبل ما ندخل في الحلقة بحب أفكركم ان انتوا تعملوا سبسكرايب للقناة علشان يوصلكوا كل الفيديوهات الجاية ان شاء الله. حاجة المفروض نراعيها مساحة الغرفة وتناسق الألوان في الشكل اللي احنا هنختاره الورق الحائط، يعني ما نختارش الأنواع اللي بيكون فيها تناقض بين ألوان الأرضية بتاعت ورق الحائط وألوان الزخارف أو الأشكال الموجودة عليه، لأن ده بيدي شعور شوية بالازدحام. كمان نراعي ان احنا نستخدم نفس ورق الحائط في الغرف المتصلة زي مثلا المعيشة والصالون، السفرة والصالون. كمان ورق الحائط اللي بيكون الخطوط او النقوش بتاعته متسعة وكبيرة، ده بيخلي الاحساس بالغرفة يكون اصغر، لكن لما نستخدم خطوط ونقوش بتكون صغيرة ده بيخلي حجم الاوضة يبان اكبر. كمان لازم نكون عارفين قياسات الاوضة كويس جدا قبل ما نشتري ورق الحائط، نكون رافعين مقاساتها كويس، كمان نكون عارفين مساحتها بالمتر المربع، ده بيقلل كمية ورق الحائط المهدرة عندنا في حالة طبعا اختيار كمان ورق حائط منقوش على حيطة فيها شباك او باب او الاتنين. فنخلي بالنا من رفع مقاسات الاوضة كويس علشان ما يكونش فيه هدر، ونعرف كويس احنا هنشتري كام رول من ورق الحائط. كمان مهم ان احنا نسأل على نوعيات ورق الحائط القابلة للغسيل والتنظيف في مناطق زي غرف الاطفال، الممرات، المطبخ، غرف الطعام. حالة استخدام ورق الحائط المنقوش كعنصر اساسي لديكور الغرفة، ممكن ان احنا نحطه بس على حيطة واحدة مميزة ونختار لون منه من الخلفية بتاعته ان احنا نعمل بيه طلاء بقية الجدران للغرفة. كمان لازم نراعي التناسق بين ورق الحائط وبقية عناصر الديكور في الغرفة زي الستاير، السجاد، النقوش اللي على الفرش، ألوانها لازم يكون كله متناسق مع بعض. ورق الحائط بالخطوط الرأسية بيدي إحساس إن السقف أطول. لكن ورق الحائط اللي بالخطوط الأفقية بيدي إحساس باتساع أكتر، أو إحنا ممكن نستخدمه في الغرفة اللي فيها ضلع يكون صغير قوي. لكن ما ينفعش نعمل ورق الحائط بالخطوط الأفقية في ضلعين، لأن ده هيدي إحساس إن الارتفاع قليل قوي زي ما إحنا شايفين كده. فالخطوط الأفقية بنستخدمها في ضلع واحد بس ويكون أصغر ضلع في الغرفة. الخطوط الرأسية ممكن نستخدمها في كذا حيطة عادي جدا. ورق الحائط بالاشكال ال 3D خصوصا الاشكال اللي بتكون حجمها كبير ما يفضلش ان احنا نستخدمه في غرف ضيقه، لان هو بيدي احساس بالازدحام فبالتالي بيضيق الاوضه اكتر. ممكن ان احنا نستخدمه بس في حاله ان احنا هنعمل بالوان فاتحه وبرسومات فيها عمق، ده بيدي خداع بصري، ممكن يدي احساس ان الاوضه فيها اتساع شويه. الاورجانيك، الاشكال الغير منتظمه، الحاجات اللي فيها لمعه جولد او سيلفر، دي كلها من الحاجات اللي طالعه موضه وبتدي شكل حلو، بس طبعا احنا نستخدمها في حيطه واحده بس في الحيز لو كان صغير، وحتى لو كان كبير نستخدمها في حيطتين متصلين بالكتير. الصنايعي اللي هيركب لنا ورق الحائط مهم جدا ان هو يكون ماهر وبارع في تركيب ورق الحائط، يركبه بمادة لصق ممتازة نتفادى ان التلف بتاعه بعدين.